مانشستر سيتي ليفربول الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ الجوله 32 وش عندنا مباراه كانت قويه مباراه يعني كلاسيكو بمعنى الكلمه يعني هذا كلاسيكو هذا هو كلاسيكو يعني كلاسيكو مباراه كلاسيكيه يعني ما بين ليفربول يعني الغريم مانشستر وليفربول يعني وين اصبحوا قطب البطوله الانجليزيه هي عندها قرابة مليار شافوا البارتية هذه دقيقة مليار سي محمد شافوها علاش عندنا المباراة وانطلقت مبكرا من جانب مانشستر سيتي وين شانا دوبرين الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة شانا كوستا اللي في الدقيقة 13 يعدي النتيجة لصالح ليفربول شانا كيفاش جابرييل خيسوس وين يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36 وين انتهت المباراة لصالح مانشستر سيتي انتهى الشوط الأول لصالح مانشستر بهدف لهدف لكن سايدو ماني مباشرة في بداية الشوط الثاني وين يعدل النتيجة يعني النتيجة اللي كانت نتيجة المباراة اللي كانت قوية مباراة كانت في القمة شأننا كيفاش وين شأننا وين غوارديولا وين دخل بخطة 4-3-3 لكن المنهج يتغير في المباراة شأننا كلوب كذلك وين دخل بخطة 4-3-3 لكن كل مدرب وعنده منهج تاعو كل مدرب وتشوف كيفاش تتغير الخطة في اللعب يعني في الميليو تيرا تشوف كيفاش يعني كل لعاب كل مدرب وكانت عنده شأننا 53% نسبة استعواذ مانشستر سيتي 47% ليفربول 346 تمريرة ليفربول 412 تمريرة لمانشستر سيتي يعني مباراة كانت متكافئة مباراة كانت صعبة متكافئة كذلك على هذيك نقولوا بلي شأن إنديرسون شأن خروج دخول محمد رياض محرز في الدقيقة 75 شأن كيفاش وين إنديرسون يعني في الحراسة شأن والكير شأن جونز إميريك جاو شأن كيفاش دي برين يعني رودريغو بيرناردو سيلفا فونتين غابرييل خيسوس راحيم ستيرلينغ شأن دخول رياض محرز مباشرة في الدقيقة 75 ليفربول إلينسون شنا ترينارد شنا ماتيب شنا كيفاش فونديك يعني وين أندريو جوردان فابيو تيغو يعني محمد صلاح سايدو ماني شنا دخول لويس دياز يعني وين كانت مباراة كانت شيقة مباراة كانت في القمة يعني نقولوا بلي رياض اليوم رياض محرز وين دخل في الدقيقة 75 يعني من أجل إعطاء دفعة يعني في الهجوم والضغط على الدفاع تاع ليفربول هذه هي المباراة مباراة اللي كانت قوية الجولة 32 مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ.